أما بعد، فإن علم النحو علم شريف، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون. طيب، هذه الأسئلة والتدريبات الخاصة بدرس ما ينصب أو ما ينصب الفعل المضارع بأن مضمرة وجوبا. طيب، الأول تخير الإجابة الصحيحة مما يأتي: ينصب المضارع دون تقدير أن مع لن وإذا نكي والكي. لن وإذا والكي. صح الكلام هذا يا منى؟ صح. طيب، باء الحروف التي الحرف حتى في قول لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. جر اللي هو المفروض يكون جر وبعديه أن المضمرة. طيب، ما هو لما يكون جار بعدين أن المضمرة سيكون بعدين مصدر مؤول، فسيكون هنا نعم جار للمصدر المؤول، صح؟ صح. لأن هنا حتى عندي أن يرجع، هذا مصدر مؤول فيكون جار للمصدر المؤول. نعم. تمام. يلا، الفعل ويتخذ في قوله وليعلم الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء مصرون بماذا يا فاطمة؟ العطف على المنصوب. العطف على المنصوب. ما هذا الكلام يا منى؟ هل الواو هنا في ويتخذ، هل هذه واو المعية؟ انتبهي، هل هذه واو معية؟ الجواب لا. وإن سألت عن السبب لماذا، سأقول لك إن واو المعية أو فاء السببية لابد لها من شرط، وما شرطها؟ شرطها أن تسبق بنفي، نفي محض، أو تسبق بالطلب، صح؟ هل هنا في طلب هنا؟ هل في نفي؟ لا، هذه ليست واو المعية. فليعلم وليعلم ويتخذ، فهذا عطف هنا، فهذا عطف على منصوب. وليعلم الله الذين آمنوا وليتخذ منكم شهداء، فهذا عطف على منصوب، ليس بأن مضمرة وجوبا لأنها ليست واو المعية، وليس بأن مضمرة جوازا، ما في هذا. تمام، وأيضا ليس كل من واحد واثنين، هي اثنين فقط. تمام. طيب، الآية المشتملة على فعل مضارع متعين نصبه بأن مضمرة وجوبا. قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. ما رأي منا؟ صح، لأن هو هنا اتنصب بلام الجحود، ولام الجحود انتبهي في قولك، نصب بعد لام الجحود ليس بلام الجحود. تمام، لام الجحود. بعد لام الجحود سيكون النصب هنا بأن مضمرة وجوبا. تمام. نعم، هنا لتبين هذا، مثلا هذا منصوب بأن مضمرة جوازا. كي تقر لو قدرنا هنا محتمل ليس متعين أنه ينصب بأن مضمرة وجوبا، في كي تقر هذا ليس متعين، هذا محتمل. ليش محتمل يا بنات؟ لأن لو قدرنا اللام فهذا منصوب بكي. طيب، ما قدرنا اللام سيكون منصوب بأن مضمرة وجوبا. تمام كده، فهو هنا محتمل، فلا هو قال هنا فعل متعين النصب بأن مضمرة وجوبا. تمام، طبعا هنا لئلا يعلم أن مظهره في لئلا. تمام، نعم تمام. وألا يقدرون مرفوع. نعم، طيب، فالإجابة الصحيحة هي رقم 2 هنا: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، الآية. طيب، ضع علامة صحيح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطأ فيما يأتي.
ليس في نواصب المضارع ناصب مصدري غير أن ولن. غلط. أن ولا أن و وكي وكي. لن لن مش مصدري، هو تمام، حرف نفي. إذا هذا خطأ. تمام، هذا خطأ. نعم، ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد لام الجحود. صح. صح. صح، تمام، صح، صحيح. يأتي المضارع منصوبا بأن مضمرة وجوبا بعد أو إذا صلح موضعها حتى أو إلا. صح. صح، ينصب المضارع بأن مضمرة وجوبا بعد حتى إذا كان الفعل بعدها للحال. غلط. غلط. مستقبلا نعم، يكون مستقبل. علل لما يأتي يا عبد اللطيف. لا ينصب المضارع باللام، لا ينصب المضارع باللام وحتى وكي. لأنها حروف جر ومش بتنصب، مش آه، بتنصب. إن حروف جر لا تنصب وإنما ينصب بأن، لكن في تعليل تاني، يعني في تعليل زيادة. لأنها تقوض بمصدر. ليه تؤول بالمصدر؟ هي حروف تعليل، هي حروف جر، هي حروف جر. تمام، عموما فهذه حروف جر لا تنصب وإنما الذي ينصب أن المضمرة. تمام، يتعين نصب المضارع بعد لكي. لأنها مسبوقة بلام. باللام. آه، في بقى في تعليل هنا، بقى في تعليل زيادة بقى، هو حتى لا يدخل حرف على حرف، صح ولا لا؟ تذكرون صح. هذه الجملة؟ ها؟ آتيكم بهذه الجملة لما شرحناها لكم على السبورة في الصورة التي أتيتكم بها قبل قليل. وين هنا؟ آه، هنا، لئلا يلزم دخول حرف الجر على حرف الجر، هذا هو. تمام؟ لئلا يلزم دخول حرف الجر على حرف الجر. طيب، واضح هذا؟ نعم. طيب، نكمل التعليل هنا. من النواصب للمضارع أن، وتعمل مظهرة ومضمرة. علل. أنا حط مصدر ونصب. ليه تعمل مظهرة ومضمرة؟ أنا حرف مصدر ونصب للمضارع. ليه طيب مضمرة؟ المظهرة خلاص ما فيه إشكال. مضمرة لأن هو ممكن نستغنى عنها ومش نستغنى عنها. يجي بعدها مثلا حروف جر بس تكون بمعنى كان. من النواصب المضارع أن، تمام، وتعمل مظهرة ومضمرة. أما عملها مظهرة، تمام، هذا لا إشكال، هذه ظاهرة. مثلا يريد الله أن يخفف عنكم، تعمل مضمرة لضرورة تقديرها بين حرف حروف الجر وحروف التعليل، حروف العطف الستة هنا التي هي لام التعليل، لام الجحود، حتى، والفاء، والسببية، والمعية، وأو حتى تقدر ما بعدها بالمصدر. تمام، حتى تقدر ما بعدها بالمصدر. طيب، لا تنصب أو لا تنصب الواو المضارع بنفسها في قوله لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. لأنها حرف عطف هتعمل النصب بنفسها. إنها حرف عطف فيها. هتعمل النصب بنفسها. آه، لا تعمل النصب بنفسها ويقدر هنا أن. تمام، الرابع، ماذا يحدث للفعل المضارع لو سبق بفاء السبيل الواقع بعد طلب محض؟ هتنصب الفعل المضارع. ينصب فعل المضارع. طيب، ماذا يحدث للفعل المضارع لو سبق بحتى في غير معنى الاستقبال؟ لا يجب تنسى. سيرفع، لا تنصب. نعم، ماذا يحدث للفعل المضارع لو سبق بالواو المسبوقة بنفي غير محض؟ لا تنسى برضو يجب لا رفعه. تنصب.
ماذا يحدث للفعل المضارع لو طبق بلام الجحود؟ تنصب. ينصب. طب اقرأي يا فاطمة ثم أجيبي. يا طلاب العلم تدبروا ما تقرؤون، فتفيدوا أنفسكم وأوطانكم، وتناقشوا في العلم مناقشة واعية أو تقتنعوا، وأخلصوا النية لله تعالى حتى تنالوا فضل الله وتوفيقه، لا، وادعوه مخلصين قائلين. وتوفيقه حتى تنالوا فضل الله و توفيقه وتوفيقه، نعم. وادعوه مخلصين قائلين: ربنا وفقنا ونعمل صالحا ونعمل. ونعمل. قل الثالثة وادخل. ونعمل. ربي وفقني فلا أعدل عن سنن الساعين في خير سنن. شاهد شعري. ربي وفقني ونعمل وأعمل صالحا. ربنا، هذا الدعاء مر وادعو وانهى وسل واعرض لحظهم، تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل. طيب، أحسنت القراءة، بارك الله فيك. طيب، الإعراب. تدبروا فعل أمر مبني على حذف النون، هو والفاعل. الواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. فتفيد أنفسكم وأوطانكم يا منا. ماذا نعرف؟ كيف نعرف؟ هو مش المفروض معطوف معطوف على ماذا؟ على ما قبل، على أنفسكم، مم؟ على أنفسكم. طيب، فتفيد أنفسكم وأوطانكم، فهذا معطوف منصوب. طيب، نعم. وأوطانكم له حرف عطف. أوطان معطوف منصوب وهو مضاف، والكاف أو وكم هذه ضمير مبني ومتصل مبني في محل. دعوة مضاف إليه. أحسنت. مناقشة واعية يا فاطمة. هات منصوب علامة نصب الفتح. وأخلص النية يا منة. مفعول؟ نعم، مفعول. مفعول؟ نعم، مفعول به منصوب. لماذا يعني تخافين؟ طيب، انتهى الإعراب. استخرج من الفقرة السابقة ما يأتي مضارعا مرفوعا وبين علامة رفعه. تقرؤون ثبوت النون. مضارعا منصوب بأم مضمرة بعد واو المعية. ونعمل صالحا. ونعمال صالحا. نعم، هذا الذي يعني تكلمنا فيها. طيب، مضارع منصوب بعد الفاء السببية، واذكر عامل النصب. فاطمة. تفيد أتفيد. عامل النصب لأن مضمرة وجود. وهل استوفت الفاء شرطها؟ نعم، وما شرطها هنا؟ أن تكون مسبوقة بنفي محض. وين نفي المحض هنا؟ طيب، جواب لطلب تدبروا ما تقرؤون فتفيد أنفسكم، فسبقت هنا بطلب. تمام. تمام. منادى وبين نوعه وحكمه يا من. طلاب العلم نوعه مضاف، حكمه. البناء حكم ايش؟ معربا لمبني هذا.
معرب. معرب هذا منصوب يا طلاب، يا طلاب منصوب. طيب مجرور بالحرف واخر بالإضافة يا فاطمة. بالحرف العلم، في العلم، وبالإضافة الله. فين في العلم هذا؟ في العلم. وأيضا في أيضا العلم، العلم مرة، طلاب العلم هذا مجرور بالمضاف. طيب شوف المجرور بالحرف آخر بالإضافة، ما قال آخر بالمضاف. طيب لا بأس. أها تناقشوا في العلم هذا مجرور بالحرف. طيب هنا اذكر معنى أول واردة في الفقرة السابقة وحكم المضاف بعدها. أين هنا أو؟ هنا أو تختلف، أو تقتنعوا حكم المضارع هتكون بعدها؟ بتاع إلا أنت، إلا أن تقتنعوا. أي نعم، أو إلى أن تقتنعوا، تناقشوا في العلم مناقشة واعية إلى أن تقتنعوا، يعني حتى نعم تقتنعوا. تمام؟ أها هذا استوفت الشرط، ما الشرط هنا؟ أن يكون تكون بمعنى أو حتى إلا أو حتى. طيب وأيضا أن تسبق بماذا؟ بنفي محض أو طلب، هل سبقت بشيء من هذا؟ نعم نعم. تناقشوا، هذا طلب، تناقشوا في العلم أو تقتنعوا. تمام ما الدليل على أن حتى الواردة في الفقرة السابقة حرف جر واستقبال يا فاطمة؟ أما بعدها مؤول بمصدر في محل جر حتى. تمام أخلصوا حتى تنالوا فضل الله. نعم أعرف المصطلحات الآتية ممثلا: الطلب بالفعل، نفي المحض، الترجي، العرض، التحضير، النهي. بعد طيب ماذا قلتم؟ طلب بالفعل يأتي في صورة خبر. كيف يعني؟ ده الأمر. أنا قال عندك هنا الأمر هو جوابا اللي لطلب بيطلب. بالفعل، قال أن الطلب بالفعل هنا هو الذي لم يأتي في سورة الخبر، ولم يكن الذي لم يأتي، مش الذي يأتي في سورة، الذي لم يأتي يا فاطمة في سورة الخبر، ولم يكن باسم الفعل. باسم الفعل مثل مثلا دراكي زيدا، هذا الطلب هنا باسم الفعل. لا طيب هذا معنى الطلب بالفعل، طيب ليس طلبا في صورة الخبر. طيب هل تعرفين شيئا للطلب في صورة الخبر؟ الدعاء، الدعاء طلب في صورة الخبر صح، من يعني من الدعاء، من أنواع الدعاء، عندما نقول مثلا جزاك الله خيرا، جزاك هذا فعل ماضي، لكن هذا الفعل الماضي في معنى الطلب. جزاك الله خيرا معناه اللهم اجزه خيرا، وكذلك عندما نقول بارك الله فيك هذا خبر. ها هذا ايش؟ هذا خبر، لكن هذا طلب في صورة الخبر. طيب وأيضا إذا كانت جملة اسمية يقصد منها الدعاء، مثلا نقول الله المسؤول أن يوفقنا، فهمتم هذا؟ هذا طلب لكن في صورة خبر، لا يريد هذا، يريد طلب بالفعل، مثل نقول افعل كذا. تمام هذا أول شيء هنا، الطلب بالفعل الذي لم يأتي في صورة الخبر، أو يكون طلب باسم الفعل، اسم الفعل مثل أف مثلا، أو دراكي بمعنى أدرك. نعم النفي المحض ما هو يا منى؟ هو الذي لم ينتقد بإلا ولم يأتي بعده نفي. لم ينتقد لم ينتقد نعم بلا ولم يأتي بعده نفي، بإلا ولم يأتي بعده نفي.
ماشي. الترجي، فاطمة، طلب أمر محبوب قريب الحصول، العرض، طلب أمر برفق ولين، طيب ما مثلته، ما التحضير، طلب الفعل الشدة والحاح، النهي، طلب الكف عن الفعل. أحسنت. الطلب بالفعل مثل ربي وفقني وأعمل صالحا، النفي المحض، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، الترجي، ها مثل نقول الشباب يعودي. العرض، ألا تزورنا ونكرمك، ألا تزورنا ونطعمك الكشري، التحضيض، هذا عرض ولا لا؟ هذا عرض. طيب التحضيض، هلا زرتنا، هيدا ها؟ أقربك تنجو من العقاب. هلا ايش؟ أديتك هلا طيب، والنهي، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، أنا قلت في النفي لا تنهى عن خلق، لا هو لم ينهى عن المنكر ويفعله، لا لا ممكن. طيب النفي المحض، لم ينهى عن المنكر ويفعله، النهي لا تنهى عن خلق وتأتي مثله. طبعا هذه من الأبيات المشهورة، يا أيها الرجل المعلم غيره، ألا لنفسك كان ذا التعليم، تصف الدواء ذي السقام وذي الضنا، كيما يصح به وأنت عليل، فابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. نعم. عين المضارع موصوف في ما يأتي، وحدد ناصبه وعلامة نصبه. قال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم. نريد المنصوب وناصبه، فعل المنصوب والناصب. يضيع والناصب أن مضمرة وجود جوازا. طيب الثاني، علامة النصب. طبعا هذا مثل فتحة. هذا السؤال، مثل هذا السؤال يحتاج معه إلى جدول، بارك الله فيك. سنقول هنا المضارع المنصوب، هذا أول شيء، تمام، هذا أول شيء، مضارع المنصوب، نأتي بالمضارع نفسه، بعد ذلك الناصب، تمام، مثلا الناصب هو أن، الناصب عموما، ثم بعد ذلك علامة النصب، واضح هذا؟ فهنا المضارع يضيع، الناصب أن مضمرة جوازا، علامة النصب الفتح، تمام. الآية الثانية: وليس عليكم جناح أن وجوبا تبتغوا فضلا، ها؟ وجوبا مش جوازا. ليه؟ وجوبا، وجوبا، ما كان الله ليضيع إيمانكم، وقعت فيما وقعت أنت فيه، ما انتبهت لما كان هنا، أحسنت يا منى، أنت منتبهة، بارك الله فيك. تمام، إذا هنا ليضيع أن مضمرة وجوبا، أحسنت. طيب باء قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وبتغي تبتغوا، منصوب بأن الناصب أن مظهرة، تمام. علامة النصب حذف النون. تمام، لن تنالوا يا فاطمة حتى تنفقوا. تنالوا بلن والعلامة حذف النون، وتنفقوا بأن وجوبا وعلى علامة حذف النون. بأن مضمار وجوبا بعد حتى، حذف علامة النصب، حذف النون، تمام. قوله تعالى: قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. تقصص تقصص، ويكيدوا. ما شاء الله، غلط. لا تقصص، تقصص منصوب، أيوة مجزوم. ما الناصب هنا؟ لا دي مجزومة عشان تمام، أحسنت. بس ويكيدوا فيكيد الناصب، ما بفاء السببية.
لا منصوبة بعد فاء المضمرة السببية، ليس بفاء السببية، منصوبة بأن المضمرة وجوبا بعد فاء السببية، علامة النصب. حذف النون. أحسنت. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. نبرح بلن والعلامة فتحة، ويرجع بأن مضمرة وقوفا بعد حتى والعلامة فتحة. أحسنت وبارك الله فيك، أحسنت يا منة. أعرب قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم. قيم الصمت عليكم، كأن على رؤوسكم الطير. أعربوا. أين الشباب؟ أين الفتيات؟ أو أنا مش عارفة أعرفها إيه، بس ليس فعلا هو قسموس. هذه الواو زائدة هنا، يعني الواو هي أصل الكلام أليس. طيب، أليس الذي خلق السماوات؟ فالواو هنا تزيد بعد همزة الاستفهام بس، فهمزة الهمزة هنا همزة الاستفهام. ليس فعل ماضي ناقص مبني على الفتح. تمام. الذي اسم موصول في محل رفع شوف خبر هنا في اسم الإعراب، ليس. في الإعراب عند محي الدين الدرويش يقول إيش؟ الهمزة للاستفهام الإنكاري، والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام. طيب، أليس، أي أليس الذي أنشأها أول مرة، وليس الذي جعلكم من الشجر الأخضر نارا، وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر. طيب، تمام. فهنا الهمزة للاستفهام والواو للعطف. ليس. فعل ماضي ناقص مبني على الفتح. تمام. الذي اسم موصول في محل رفع اسم ليس. خلق فعل ماضي مبني على الفتح، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو. السماوات مفعول به منصوب وعلامة نصبه كسرة. واو حرف عطف، والأرض اسم معطوف وعلامة نصبه فتحة. طيب، فين فاعل خلق؟ الله اللي هو ضمير مستتر تقديره هو. تمام. هو في واو الخبر ليس. أحسنت، ما سيأتي الآن، سيأتي الآن. بس عندي شيء قبل أن نغادر هنا. الذي عندي خلق السماوات والأرض، هذه جملة تسمى جملة الصلة، هذا صلة الموصول، صلة الذي. تمام، لا محل لها. تمام، أكملي. بقادر. ب حرف جر مبني على الكسر، وقادر اسم مجرور علامة جر الكسرة. لكن ذي خذ انتبه هنا، ان ليس اسمها الذي صح، وخبرها قادر، لان هذه الباء تسمى في النحو حرف جر زائد، فهنا قادر اسم مجرور لفظا لكنه منصوب محلا، هذا خبر ليس يا منى. تمام، منصوب محلا وخبر ليس. واضح هذا يا فاطمة؟ لأن الأفصح قالوا أننا نقول، عندما نقول مثلا ليس محمد غائبا مثلا، الأفصح أن نقول ليس محمد ب، تكون حرف جر زائد، بغائب.
طيب، ويكون هنا تمام. بغائب مجرور بحرف الجر الزائد، وغائب الاسم مجرور لفظا لكنه منصوب محلا. كان اصل الكلام: اوليس الذي خلق السماوات والارض قادرا على ان يخلق مثلهم؟ اليس الله بكاف بي كاف اليس الله كافيا؟ نفس الشيء. تمام، تمام. وهذه فائدة الإعراب هنا، هذه فائدة دراسة الإعراب، أن تطلع على معلومات كهذه. نعم، بقادر على على حرف جر مبني على السكون، أن حرف مصدر ونصب واستقبال مبني على السكون لا محل له من الإعراب، يخلق فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب الفتحة، تمام. والفعل ضمير مصدر في تقديره هو هو مثلهم لا، في مفهوم انتبه هنا قبل أن مثله تغادري. لا، أنت قلت حرف مصدر، أو المصدر المؤول في محل معلش. هنا نحن وقفنا في قوله بقادر على أن يخلق مثلهم، وقلنا أن يخلق سيكون هنا مصدر مؤول، هنا في محل إيش هذا المصدر المؤول؟ اسم مجرور محل جر بعلى. طيب، مثلهم مفعول به منصوب علامة نصب الفتحة، وهم ضمير مستتر ضمير ضمير مستتر، مستتر متصل أمامك ومستتر، متصل في محل جر مضاف إليه. متصل، ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طيب، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وطولنا عليكم كثيرا كثيرا اليوم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، والله تعالى على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.